كما يتبع للرأي العام تخوض النقابة الديمقراطية العدل اليوم يعني إضراب وطني مدته 72 ساعة، بدأناه أمس وسيستمر إلى غاية الخميس يعني المقبل، ويأتي هذا الإضراب في إطار يعني برنامج نضالي تم تصديره من طرف المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية العدل. ويأتي هذا البرنامج النضالي كشكل احتجاجي على عدم وفاء يعني الحكومة بالتزاماتها تجاه الشغيلة العدلية. هذا الالتزام المتمثل أساسا يعني في اتفاق تم يعني إبرامه بين النقابة الديمقراطية العدل ووزارة العدل، يعني والذي ينصب أساسا حول يعني تعديل النظام الأساسي وإصدار نظام أساسي محسن ومحفز لهيئة كتابة الضبط، لا سيما يعني أمام الصعوبات وأمام يعني التحديات وأمام الأعباء والمسؤوليات يعني المترتبة أساسا عن يعني خروج أو إخراج التنظيم القضائي للمملكة لحيز الوجود، وكذلك يعني الأعباء المترتبة عن استقلالية السلطة القضائية. يعني اتفقنا مع الوزارة الوصية، لكن هذا الاتفاق يعني عرف تعثرا مما هدى بالنقابة الديمقراطية إلى تصدير برنامج نضالي. قبل هذا البرنامج النضالي، هو برنامج نضالي تم تصديره والإعلان عنه يعني في بلاغ للمكتب الوطني مؤرخ في 14 مارس 2024، واللي استرنا فيه مجموعة ديال الخطوات النضالية. نفذنا جزءا من هذا يعني من هذا البرنامج النضالي، وعلقنا الجزء الآخر علقناه يعني نتيجة يعني جلوسنا في حوار مع الوزارة الوصية والتزامها وتدخل السيد رئيس الحكومة لإيجاد حل، ولتدخل السيد رئيس الحكومة الذي شكل لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن وزارة العدل والمالية والوظيفة العمومية، وذلك لإيجاد حل نهائي لهذا الملف. آنذاك اعتبرنا بأن المشكل قد تم يعني قد عرف طريقه إلى الحل، لنتفاجأ يعني بإدراج تعديل هذا النظام الأساسي ضمن مجموع مراسيم يعني التي أدرجت في المجلس الحكومي، والتي تخص أساسا بأجراءات اتفاق في إطار ما يسمى بالحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، واللي يعني كان فيه واحد زيادة ديال 1000 درهم. احنا اعتبرنا هذه المسألة هذه بأنها انقلاب، اعتبرناها في النقابة الديمقراطية العدل بأنها انقلاب والتفاف يعني على على والتفاف على المطالب ديالنا والتفاف على ما تم الاتفاق بشأنه. معركتنا اليوم هي معركة مستمرة، لنا يعني موعد آخر مع إضراب نهاية غشت، وس يعني بداية شهر شتنبر مع الدخول الاجتماعي سيكون يعني دخولا اجتماعيا ساخنا، بحيث سوف يعني نعلن عن الإضراب لمدة 72 ساعة أيام 3، 4، و5 شتنبر، كما سننظم مسيرة وطنية بالعاصمة الرباط. معركتنا هي مستمرة وستستمر إلى حين تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة.